علشان يتم إنشاء لعبة فيديو واحدة في وقتنا الحالي فتحتاج شركات ألعاب فيها مئات الموظفين وتحتاج ميزانية فلوس جدا ضخمة وتحتاج وقت بالسنوات. على سبيل المثال لعبة سايبر بانك اللي نزلت من سنة اشتغلوا عليها 500 شخص لمدة 7 سنوات ودفعوا عليها فوق 300 مليون دولار، ومع هذا كله اللعبة ما كانت بالمستوى المطلوب. فشايفين كيف صناعة الألعاب شيء صعب، بس أحيانا في أشخاص جدا موهوبين لدرجة أنه بيقدروا يعملوا لعبة فيديو بالكامل لوحدهم. إيه في كتير ألعاب قوية تم إنشائها بالكامل من شخص واحد، فبهالفيديو جايب لكم أقوى 10 ألعاب في العالم تم إنشائها من شخص واحد، وصدقوني رح يفاجئكم الفيديو بالذات بالمراتب الأخيرة. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ حاب أعلن عن الفائز بآخر giveaway، كان على مايكروفون وكاميرا وكان على آخر فيديوهين توب 10، والفائز معنا أحمد حجاج، إن شاء الله ألف مبروك. والgiveaway الشهري الجديد على جهاز البلاي ستيشن 5 أو قيمته. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليه كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معاك. وهذا الفيديو برعاية منصة رين. إذا لسه لحد الآن ما حملت رين وما بدأت بالتداول بالعملات الرقمية شو قاعد تستنى؟ قاعد يروح عليك فرص جدا رهيبة. تطبيق رين هو أكبر منصة بالشرق الأوسط لتداول العملات الرقمية، وبيدعم أقوى العملات الرقمية: البيتكوين، الإثيريوم، اللايتكوين، الريبل، والتثر، والتشين لينك. غير كذا رين أكثر منصة تداول عملات رقمية آمنة، أولاً لأنها مرخصة من البنك البحريني المركزي، ثانياً أي شخص بيسوي حساب على رين بيطلب منه صورة عن جواز سفر أو الهوية عشان يتأكد أنه جميع الأشخاص حقيقيين وما في أي نصب، وثالثاً عندهم دعم 24 ساعة. والشيء الرهيب برين أنه تقدر تودع وتسحب فلوس عن طريق التحويل المصرفي، تقدر تعمل هالشيء بعملتك المحلية أو بالدولار، وجميع التعاملات برين حلال وموافقة للشريعة الإسلامية. ولو حملت تطبيق رين من اللينك الموجود بالوصف فرح يعطوك 20 دولار مجانا عشان تبدأ التداول فيهم. فيلا روح حمل البرنامج الآن وخلنا نبدأ بالفيديو. في المرتبة العاشرة عندنا لعبة Dust and Elysian Tale. هاللعبة نزلت عام 2011 على جهاز الاكس بوكس، واللعبة تلقت ردة فعل جدا ايجابية من اللاعبين بهذاك الوقت. تقييمات اللعبة جدا عالية لانه الجرافيك جدا جميل مثل ما شايفين، نظام اللعب والجيم بلاي رهيب، وقصة اللعبة جدا قوية. وهاللعبة تم تصميمها بالكامل من شخص واحد اللي هو دين دوريل. دين بدأ شغل على لعبته عام 2008 وخلصها ب 2012، أي أخذت معاه 4 سنوات تقريبا. وبعد النجاح الكبير للعبة صارت حاليا موجودة على جميع المنصات بلاي ستيشن، اكس بوكس، بي سي، وحتى على الموبايلات، وتم بيع فوق 1,000,000 نسخة من اللعبة. ودين مصمم اللعبة حقق أرباح بالملايين وصار مليونير من وراء اللعبة. في المرتبة التاسعة عنا لعبة الرعب الغنية عن التعريف Five Nights at Freddy. Oh God, where is she? لعبة Five Nights at Freddy أو المعروفة باسم FNAF كاختصار تعتبر من أشهر ألعاب الرعب الموجودة حاليا ومن أشهر الألعاب بشكل عام. متأكد أنه معظمكم سمع عن اللعبة أو شاف لها فيديو قبل كذا. فكرة اللعبة بكل بساطة أنك بتلعب بحارس أمن لازم يقضي 5 ليالي بأحد المطاعم المسكونة من دمى، ولازم تضل عايش وما تخلي الدمى يقتلوك. وهاللعبة سواها بالكامل شخص واحد اللي هو مصمم الألعاب سكوت كاوثن، وقصة إنشاء لهاللعبة مضحكة نوعا ما. سكوت هو شخص مسيحي متدين، وكان هدفه يسوي ألعاب يلعبوها الأطفال المسيحيين وتكون ألعاب مسالمة وما فيها عنف أو دم أو شيء من هالكلام. بس ردة فعل الناس على ألعابه كانت جدا سيئة، إنه ألعابه غير ممتعة وتصميم شخصياته سيء وحتى مخيف من كتر ما هو سيء. فسكوت جدا تأثر من هالكلام
السلام وقال لأبوكم ولأبو اللي يسوي لكم ألعاب مسالمة، وقرر يعمل لعبة رعب وحط فيها نفس تصميم الشخصيات اللي كانوا يقولوا عليه سيء ومخيف اللي هم الدمى أو الدباديب، ونجحت اللعبة بشكل جدا كبير وكل اليوتيوب صار فيديوهات عن اللعبة وباعت ملايين وملايين من النسخ، لدرجة أنه حاليا في فوق 8 أجزاء من اللعبة، وسكوت حصل فوق 40 مليون دولار كأرباح من وراء اللعبة. في المرتبة الثامنة عنا لعبة بيبر بليز أو أوراقك لو سمحت. هاللعبة أول ما تشوفها رح تاخد عنها نظرة سيئة، ونظام اللعب أو الجيم بلاي غريب، ما بتفهم شو نظام اللعبة بالضبط. مصمم اللعبة اسمه لوكاس بوب، وهو مصمم ألعاب مبتدئ، يعني ما عنده الخبرة العالية عشان يسوي ألعاب متطورة، بس كان عنده فكرة للعبة جدا ممتعة وما تحتاج تصميم محترف، واللي هي بكل بساطة محاكي موظف الجوازات. تلعب اللعبة كموظف جوازات، وبيجوا عندك ناس بدهم يدخلوا على بلد معين، ودورك هل بتسمح لهم يدخلوا أو لا، ولازم تقرأ جواز سفر كل واحد وتعرف هل هذا شخص عادي ولا إرهابي ولا تاجر مخدرات. ولو ما قرأت الجواز مضبوط أو ما كنت مركز ودخلت واحد إرهابي بالغلط، فراح يفوت ويفجر وتخسر اللعبة. اللعبة جدا ممتعة، وبس نزلت عام 2013 جابت تقييمات جدا عالية، ومعظم اليوتيوبر صاروا يعملوا فيديوهات عليها، والفيديوهات عليها مشاهدات بالملايين، وباعت فوق المليونين نسخة، وجابت أرباح بما يقارب 8 ملايين دولار لمصممها اللي هو لوكاس. فهذا أكبر مثال أنه الجرافيكس والرسومات ما لها علاقة بنجاح لعبة، لا، بل الشيء المهم أنه اللعبة والجيم بلاي يكون ممتع. في المرتبة السابعة عنا لعبة رولر كوستر تايكون. هاللعبة كانت جدا مشهورة بداية الألفينات، وأظن معظمكم لعبها أو على الأقل شافها وهو صغير. اللعبة نزلت عام 1999، واللي سواها بالكامل من البداية إلى النهاية هو هذا الشخص كريس سوير، مع العلم أنه بعام 1999 كان في شركات ألعاب فيها آلاف الموظفين، وبالأخير بيطلعوا لك لعبة بهالشكل شايفينها قدامكم، بينما كريس سوير عمل هاللعبة الرهيبة لوحدة. فكرة اللعبة بكل بساطة انه بتخليك تسوي مدينة ملاهي، ولا تفكر اللعبة بسيطة، لا، اللعبة فيها كتير تفاصيل، وفينه الواحد يقضي ساعات وهو عم يلعبها. وكريس سوير مصمم اللعبة كان يشتغل عليها بوقت فراغه وخلصها بسنتين فقط، وبس نشر اللعبة وانشهرت بشكل جدا كبير، اجت لعنده شركة اتاري واشترت منه اللعبة ب30 مليون دولار. تخيل يكون عندك مشروع عم تشتغل عليه بوقت فراغك فقط، وبعدين يجيب لك 30 مليون دولار. في المرتبة السادسة عنا لعبة Player Unknown Battleground أو PUBG. أوكي، أدري معظمكم رح يقول حاليا أنه PUBG شركة كاملة شغالة عليها مو شخص واحد، وهذا الكلام صحيح، بس بدأت من شخص واحد يلي هو براندن جرين. براندن هو مصمم ألعاب، بس بعام 2016 كان عاطل عن العمل، كان مطلق زوجته من فترة قصيرة، وكان شبه مفلس ما معاه أي فلوس، وكان يقضي كل يومه عم يلعب ألعاب الفيديو، وبالذات لعبة حرب اسمها أرما 2 كانت جدا مشهورة بعام 2016. أرما 2 هي لعبة حرب واقعية، وبتسمح لأي شخص أنه يصنع مودات بداخلها. فبراندن من الطفش قرر أنه يعمل مود جوا اللعبة اللي هو باتل رويال، 100 شخص ينزلوا على جزيرة ويطلع واحد عايش فقط، وهذا المود بلعبة أرما يعتبر أول لعبة باتل رويال في العالم، ونجح بشكل جدا كبير وزاد أعداد اللاعبين باللعبة بشكل رهيب. وهذا المود لفت أنظار شركة ألعاب كورية اسمها كرافتن، راحت تواصلت مع براندن وقالت له شو رأيك تسافر على كوريا وتشتغل معنا ونعمل مع بعض أول لعبة باتل رويال كاملة. وفعلا وافق براندن وراح على كوريا واشتغل معهم، وعملوا لعبة Player Unknown Battleground أو المعروفة حاليا ببUBG. فإيه PUBG اشتغلوا عليها شركة كاملة، بس فكرة اللعبة وأول مود إلها بدأت من شخص واحد اللي هو براندن، وثروته حاليا فوق 5 مليار دولار من وراء اللعبة. في المرتبة الخامسة عنا لعبة البلاتفورم والألغاز Braid.
عدد جدا كبير من اللاعبين القدماء بيعتبر هاللعبة من أفضل ألعاب الألغاز اللي لعبوها في حياتهم. بريد صممها شخص اسمه جوناثان بلو وصممها بالكامل لوحده. جوناثان هو مطور ألعاب كان يقدم كثير على شركات بس ما كان حدا يوظفه، فأحبط هالشي بشكل جدا كبير. بعدين فكر انه ليش ما أسوي لعبتي الخاصة، وفعلا بدأ يسوي لعبته الخاصة اللي هي بريد بعام 2006، وبنهاية 2008 كانت اللعبة جاهزة ونزل اللعبة على السوق ونجحت نجاح باهر. تم بيع فوق 1,000,000 نسخة من اللعبة، وجوناثان حصل أرباح بملايين الدولارات، وأخذ هالأرباح وأسس استوديو ألعاب خاص فيه اسمه تكلا إنك، وشغل معاه بالاستوديو عدة مطورين ألعاب وعملوا لعبة The Witness عام 2016. وهي اللعبة إذا متذكرين ذكرتها بفيديو أصعب 10 ألعاب في العالم. هاي اللعبة كانت من أصعب الألعاب من ناحية الألغاز ونجحت نجاح باهر. فجوناثان تنقل من شخص ما كان حد راضي شغله إلى مؤسس شركة ألعاب. في المرتبة الرابعة عن اللعبة الغنية عن التعريف تترس. لعبة تترس هي ثالث أكثر لعبة مبيعا في العالم، فوق 100,000,000 نسخة تم بيعها من هاللعبة. ومصمم هاللعبة بالكامل هو شخص واحد اللي هو أليكسي باجنتوف، وقصة هذا الشخص ولعبته جدا مشوقة. أليكسي هو مهندس كمبيوتر روسي وأنشأ لعبته عام 1985. بهذاك الوقت روسيا كانت الاتحاد السوفيتي وكان في حرب باردة بين أمريكا وروسيا. فأليكسي هو مهندس كمبيوتر كان بيشتغل مع الاتحاد السوفيتي وكان جدا يحب ألعاب البازل والألغاز والتركيب، فقرر يسوي لعبة كمبيوتر على نفس هذا المبدأ وسماها تترس. وبعدين انتشرت اللعبة بشكل كبير في روسيا وصار الكل يلعبها صغار وكبار. بس للأسف أليكسي ما طلع ولا دولار واحد من اللعبة، لأنه الاتحاد السوفيتي بهذاك الوقت أو روسيا أخذوا اللعبة لإلهم، أخذوا حقوق اللعبة وصاروا هم يبيعوها، وأليكسي ما كان بيقدر يفتح تمه وإلا برموه بالسجن. بس لما انهار الاتحاد السوفيتي أليكسي هاجر إلى أمريكا، وبمساعدة بعض المحامين قدر يرجع ملكية اللعبة إله، ومن وقتها صار يطلع فلوس على مبيعات اللعبة وجمع ما يقارب 3,000,000 دولار. فإي لعبة تترس اللي دخلت كل بيت ومعظم البشر على الأرض لعبوها تم إنشائها من مهندس بالاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. في المرتبة الثالثة عنا لعبة أندرتيل. أوكي، إذا ما بتعرف لعبة أندرتيل أو هذه أول مرة بتسمع فيها فرح تقول شو هاللعبة والجرافيك البدائي السيء، بس صدقني لا يغرك المنظر، لعبة أندرتيل هي بالمرتبة 37 من أفضل ألعاب في العالم على منصة ستيم على البي سي. اللعبة مقيمها فوق 150,000 شخص و 99% من التقييمات إيجابية. اللعبة صعب أشرحها بكل صراحة، بس هي لعبة 2D رول بلاي، تلعب بشخصية ولد صغير ضايع وبيقابل وحوش ولازم يتقاتل معهم أو يتخطاهم. واللي طور اللعبة طالب في الجامعة عمره 22 سنة وما عنده خبرة كبيرة بصناعة الألعاب، واللي هو توبي فوكس. توبي كان جيمر وعاشق للألعاب، بس كان عنده مشكلة ان كل الألعاب لازم تقتل فيها، انه لما تواجه وحوش او اعداء لازم تقتلهم عشان تعدي المرحلة، وما كان يحب هالشيء ابدا. يعني كان وده يكون عنده الخيار هل يقاتل الاعداء ولا لا. فقرر يسوي لعبة أندرتيل على هذا المبدأ، اي وحش او شرير بتقابله بلعبة أندرتيل بيكون عندك الخيار هل تتقاتل معاه ولا تتكلم معاه وتتناقش وتشوف اذا تقدر تعديه بدون قتال. وقال توبي انه كان يرسم تصميم الشخصيات وهو جالس بالمحاضرات في الجامعة، كان طفشان فبدأ يرسم تصميم الشخصيات للعبة، وانشأ اللعبة بالكامل لوحده في 2.5 سنين. واللعبة حاليا باعت فوق 3,000,000 نسخة، وتوبي صار مليونير من وراء اللعبة. في المرتبة الثانية عنا لعبة برايت ميموري انفينيت.
هذه اللعبة اللي شايفينها قدامكم تم تصميمها من شخص واحد مو من شركة. رسومات وجرافيك اللعبة أفضل من ألعاب ثانية مطورينها شركات كبار. برايت ميموري هي لعبة أكشن وشوتر وبتلعبها لوحدك سينجل بلاير، يعني في قصة للعبة، ومطور اللعبة هو شاب صيني عمره 21 سنة واسمه زانك شينشان. زانك هو طالب جامعة وكان يشتغل على هاللعبة بوقت فراغه فقط، يعني مو مشروع أساسي. والشيء المفاجئ أنه زانك مو مصمم ألعاب أصلاً ولا عنده أي خبرة بتصنيع الألعاب. طيب لكن كيف سوى هاللعبة؟ في برنامج صناعة ألعاب اسمه Unreal Engine. هذا البرنامج جداً مشهور وفي كتير ألعاب ضخمة مسوين على هالبرنامج، نفس فورتنايت، ستريت فايتر وغيرها كتير من الألعاب. فزانك حمل هالبرنامج بعدين صار يتعلم كيف يستعمله من الإنترنت، فمن وراء التعلم على الإنترنت قدر يسوي هاللعبة الرهيبة. وفي نهاية عام 2020 كان في مؤتمر لشركة انفيديا بيستعرضوا فيه تقنياتهم الجديدة، وفي المؤتمر مدير انفيديا بنفسه تكلم عن لعبة برايت ميموري وضرب فيها المثل بقوة الجرافيكس والرسومات. في المرتبة الأولى عنا لعبة ماينكرافت. أيوة ماينكرافت أكثر لعبة مبيعا في التاريخ. ماينكرافت باعت ما يقارب 250 مليون نسخة في العالم، وأكثر لعبة مشاهدة على تاريخ الإنترنت. مجموع مشاهدات ماينكرافت على اليوتيوب 1 تريليون مشاهدة، يعني 1000 مليار. هذه اللعبة الضخمة تم إنشائها من شخص واحد يلي هو ماركس بيرسون. ماركس هو بروغرامر من السويد وكان عنده وظيفة عادية بيشتغل بأحد الشركات، وفي عام 2008 قرر يستغل وقت فراغه عشان يشتغل على لعبة في راسه. وبعد سنتين في عام 2010 خلص هاللعبة ونزلها على الإنترنت واللي هي ماينكرافت. ماركس بس شاف النجاح الكبير على لعبته قرر يترك شغله ويركز على اللعبة بالكامل، وفي أقل من سنتين قدر يبيع 800,000 نسخة من ماينكرافت. وبسبب شهرة اللعبة الكبيرة في عام 2014 اجت شركة مايكروسوفت وعرضت على ماركس انه تشتري اللعبة مقابل 2,500,000,000 دولار، وماركس على طول رضي وباع اللعبة لمايكروسوفت وصار ملياردير. فأي أضخم لعبة في العالم ماينكرافت طورها شخص واحد في وقت فراغه. فأي يا شباب هالفيديو لليوم أتمنى يكون عجبكم. أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات إذا كان في لعبة ذكرتها بهالفيديو وأنت تلعبها. أتمنى تكتب اسم اللعبة بالتعليقات. وبس كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، نشوفكم بديهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة. We'll be right back.